أنب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لحضور الحفل السابع الذي أقيم بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في باريس بتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. بدأ الحفل بكلمة اليونسكو التي ألقتها السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة للمنظمة، التي أشادت بمبادرة جلالة الملك المفدى بإطلاق هذه الجائزة الدولية الهامة التي تندرج ضمن أهداف منظمة اليونسكو، وكان لها منذ إطلاقها كبير الأثر في تشجيع المبادرات الدولية المبدعة في مجال استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التعليم، مؤكدة بأن الموافقة على التجديد للجائزة لمدة 6 سنوات جديدة تأتي تأكيدا لما تحظى به من تقدير واحترام وقناعة بدورها المميز في مجال اختصاصها، مثمنة تعاون مملكة البحرين مع المنظمة في المجالات المختلفة. ثم ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة كلمة نيابة عن جلالة الملك المفدى. معالي السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم بتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في نسختها الثانية التي يتناول موضوع هذا العام مجال الابتكار في طرق التعليم باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال، حيث يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، الذي أتشرف بأن أنوب عن جلالته حفظه الله برعاية هذا الحفل، معبراً عن سعادتي الغامرة بحضور هذه المناسبة لما تحمله وتمثله من أهداف نبيلة وسامية. كما يسرني أن أنقل إلى معالي السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو ومعاونيها والعاملين معها شكر وتقدير جلالة الملك وحكومة مملكة البحرين على قرار تجديد الجائزة لفترة 6 سنوات أخرى، تأكيداً لأهمية الجائزة التي تأتي قيمة مضافة لجهود اليونسكو وللتعاون الوثيق بين مملكة البحرين والمنظمة وإسهامها المشترك في الجهود الرامية لتطوير التعليم والارتقاء به وجعله في متناول الجميع في مختلف مناطق العالم بكافة الوسائل والطرق. إن إطلاق هذه الجائزة العالمية عام 2006 بالتعاون بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو برعاية كريمة من لدن جلالة الملك يؤكد مدى اهتمام جلالته بالتعليم وتشجيعه على الصعيدين المحلي والعالمي، باعتبار التعليم مصدر المعرفة والمحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والابتكار وبناء الحضارة والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى للدول والشعوب. الحضور الكرام، إن احتفالنا اليوم يأتي تأكيداً للمكانة الإنسانية الرفيعة لليونسكو باعتبارها الإطار الأنسب للتواصل والتعاون بين الأمم والشعوب وبين ثقافاتها وخبراتها في الكثير من المجالات، وبخاصة مجال التعليم الذي يحظى بجل اهتمام مملكة البحرين التي تقوم حالياً ومنذ أكثر من عقد من الزمن بتنفيذ مشروع طموح
لتطوير التعليم والتدريب في كافة مراحله، حيث نأمل أن يسهم تعاونه مع اليونسكو في نجاح أهدافه المتوافقة مع الأهداف التي تعمل المنظمة على تحقيقها في إطار رسالتها الإنسانية والقيم والمبادئ التي تقوم عليها. تخطو مملكة البحرين خطوات جادة وكبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل اهتمامها بالتعليم النظامي الذي بدأته منذ 100 عام وتطويره، الأمر الذي مكنها من احتلال مراكز متقدمة في مجالات التنمية البشرية بشكل عام والاقتراب من تحقيق أهداف التعليم للجميع بفضل ما توفره من فرص تعليمية في إطار من التكافؤ والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى بلوغ نسبة الاستيعاب الكاملة في التعليم الابتدائي 100%، محققة بذلك هدفاً من أهداف الألفية للتنمية وأهداف التعليم للجميع قبل الفترة الزمنية المستهدفة من منظمة اليونسكو. وفي إطار سعيها الدؤوب لتطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، يتم في مملكة البحرين عدد من المشاريع الهادفة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، منها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والمكتبة الرقمية ومشروع التمكين الرقمي. ويأتي المركز الإقليمي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي تم إنشاؤه في مملكة البحرين عام 2012 من خلال اتفاق التعاون بينها ومنظمة اليونسكو، دليلاً على أهمية المشروع وأهدافه في تطوير القدرات الوطنية والإقليمية في مجال التوظيف الأمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف القطاعات، حيث قام المركز بتدريب أكثر من 8,000 من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصال من دول المجلس. الحضور الكرام، على الرغم من كل الجهود المبذولة على صعيد تطوير التعليم، فإن هناك بعض التحديات التي تصاحب عمليات التطوير على الصعيدين المحلي والعالمي. يأتي في مقدمتها كيفية تحويل الكم الهائل من المعلومات المتاحة إلى المعرفة المطلوبة النافعة، إضافة إلى تأهيل المهارات المطلوبة لدى الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المعلومات من خلال تزويدهم بالكفاءة التي تمكنهم من تقييمها وتصنيفها والاستفادة منها. إن الوظائف في سوق العمل المحلي والدولي اليوم أصبحت تتطلب امتلاك مهارات وكفاءات لا يملكها الباحثون عن العمل في العديد من المجالات بما في ذلك الدول الصناعية المتقدمة، إذ تتطلب هذه الوظائف تعليماً مناسباً، إضافة إلى قدرة تطبيق المعرفة النظرية والتحليلية في سباق التعليم المستمر وامتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا الحديثة. الحضور الكرام، إن احتفاءنا اليوم بتكريم الفائزين بالجائزة يؤكد أهميتها وتميزها ودورها في إيصال التعليم إلى كل مكان وتعزيز التواصل المعرفي بين المعلم والمتعلم المباشر وغير المباشر بفضل ما توفره لنا مخترعات العصر من وسائل ووسائط الاتصال والتقارب الذي نسعى جميعاً لتحقيقه. وإنما يؤكد على أهمية الجائزة ودورها زيادة عدد المشاريع المتقدمة لنيلها، والتي بلغت هذا العام 200 مشروع مقدم من 66 دولة وعدد من منظمات المجتمع المدني، بزيادة تفوق ضعف المشاريع المقدمة في السنوات الماضية. السيدات والسادة، أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالتهنئة للفائزين بالجائزة، وهما وزارة التربية في سنغافورة على مشروعها
فيزياء المصادر المفتوحة Open Source Physics، والذي يختص بتقديم نظام خاص للراغبين في تعلم وتعليم مادة الفيزياء بواسطة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير خدمات للطلبة والأساتذة، مما يسهل انتقال المعلومات والأفكار على مستوى العالم وبسهولة ويسر. أما المشروع الثاني، البرنامج الوطني للمعلوماتية التربوية National Program Education Informatics، الذي تقدمت به مؤسسة عمر دنجو من كوستاريكا، وهو عبارة عن نظام تعليمي مبني على التعلم عن طريق المشاريع، ونظام التعلم عن طريق حل المشكلات، بما يساعد على تعزيز قدرة الطالب على الابتكار واستخدام نظام المعلومات والاتصال بشكل فعال. شاكراً ومقدراً جهودهما في خدمة التعليم من بوابات التقنية الحديثة في عالم يتحول بفضل هذه التقنيات إلى قرية عالمية واحدة. إن التعليم هو الأساس لتقدم الإنسانية، فبقدر توفيره يستطيع الإنسان الاعتماد على نفسه والارتقاء بنوعية حياته، حيث أن بناء الأسس الصلبة للمستقبل يقتضي تسليح عقول البشر بالعلم والمعرفة، وذلك لتجنيبهم الوقوع في ضحية الجهل والأمية، إذ لا سبيل لتجاوز ذلك إلا بتضافر الجهود لنشر التعليم وإيصاله إلى كل إنسان وفي كل مكان. وهذا ما تسعى اليونسكو إلى تحقيقه تنفيذاً لالتزاماتها الإنسانية والأخلاقية. أجدد شكري وتقريري لمعالي المديرة العامة وإلى لجنة التحكيم الموقرة وإلى جميع من أسهم في تنظيم هذا الاحتفال، مؤكداً أن مملكة البحرين ستظل على وفائها للقيم التي تعمل من أجلها اليونسكو، والمتمثلة في نشر المعرفة وقيم التعاون والمحبة والسلام. وشكراً على حضوركم. إلى ذلك أشاد الفائزون بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله من خلال هذه الجائزة التي تساهم في تحقيق أهداف اليونسكو في مجال تعميم التعليم الإلكتروني وتسهيل وصوله إلى أكبر عدد ممكن من البشر. ثم تم عرض فيلم قصير من إنتاج وزارة التربية والتعليم حول إنجازات مملكة البحرين التعليمية، وبوجه خاص ما يتعلق بالتمكين الرقمي ودمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي. وعلى هامش هذا الاحتفال قام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب نائب راعي الحفل برفقة نائب المديرة العامة للمنظمة بافتتاح المعرض الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، والذي تضمن صورا تعبر عن أهم المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة في مجالات التعليم والتعليم العالي، خصوصا ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني والتمكين الرقمي، إضافة إلى معرض للفنون التشكيلية تضمن 34 لوحة فائزة في معرض فن الطفل للعام 2015، من ضمنها لوحات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرض للكتب والمطبوعات المرتبطة بالنهضة التعليمية لمملكة البحرين وإنجازاتها في مختلف المجالات. اليوم تم تنظيم هذا الاحتفال في هذا الصرح التعليمي العالمي احتفالا بالفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم. هذه الجائزة التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والتي تبين البعد التعليمي والإنساني لدى جلالته حفظه الله بطرح هذه الجائزة التي تشجع الأبحاث التي تخدم التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم. وتشكل اليوم الجائزة كما ذكرت المديرة العامة في وثيقتها التي قدمتها أثناء بحث التجديد لمرحلة أخرى، بأنها تشكل قيمة مضافة للجواز اليونسكو، وأيضا تنسجم انسجاما واضحا مع استراتيجيته في المرحلة القادمة.